مساء الخير. الأسبوع الماضي السوق بأمريكا مؤشر ستاندرد أند بوز قدر يحافظ على مستويات فوق 5000 نقطة، مدفوع بعدة عوامل. أولاً بيانات أرباح من شركات تكنولوجيا كتير إجت قوية. ثانياً بيانات اقتصادية بعدها بتأشر أنه الاقتصاد بأمريكا ما زال في نمو، وتحديداً كانت بيانات إعانة البطالة الأولية اللي إجت عند مستويات 200,000 مثل ما أنا شايفين هون. بينضاف لهيدا الشيء أنه هيك كان في بوادر إيجابية من الصين. الصين خفضت فوائد القروض لخمس سنوات، وهي اللي بتأشر لقروض العقار بالصين. بالإضافة لهيدا الشيء عم بيكون في هناك نوع من التفاؤل بالسوق الصيني اللي ارتفع بالعشرة أيام الماضيين. هيدا الأمر اللي عم بصير بالسوق طبعا عم يتجاهل إعادة تسعير لاحتمالية خفض الفوائد بعد شوي اللهجة المتشددة اللي أبداها الفيدرالي، نظراً للنمو والبيانات الاقتصادية اللي عم تجي نسبياً قوية. السوق كان مبلش سنة 2024 باحتمالية خفض الفوائد من قبل الفيدرالي الأمريكي بست مرات، ولكنه اليوم عم بيقرب أكتر من الفيدرالي الأمريكي، والسوق صار عم يعتقد أنه احتمالية خفض الفوائد هيدي السنين رح تكون 3 مرات. هو الأمر اللي لمح له الفيدرالي ببيناته، وهذا الأمر عم ينعكس بعوائد السندات على سنتين اللي ارتفعت من تقريباً 4.14% ل 4.7%، وهذا الرقم بيخدنا تقريباً 75 نقطة تحت معدل فئة الفيدرالي اللي هو عم بيكون 5.5، مما يؤشر انه السوق عم بيفكر انه هناك احتمالية تخفيض الفايدة 3 مرات هيدي السنة. شو اللي بيغير الصورة من هون؟ إعادة تسارع بالنمو الاقتصادي، وهون بدنا نراقب أسعار النحاس وأسعار النفط إذا بدها ترجع تطلع بشكل كبير، يعني بيكون في هناك نمو اقتصادي. الشغلة الثانية ورح تكون نقطة مهمة، بيانات التضخم اللي رح تجي هيدا الأسبوع، الـ PCE داتا اللي بيحب يطلع عليها الفيدرالي بتقييماته للفايدة، إذا إجت مرتفعة كتير عند مستويات 0.5% على أساس شهري، ساعتها قد يعيد خلط الأوراق أكتر، ويمكن السوق ساعتها يسعر مستويات فايدة مرتفعة لفترة أطول من الزمن في عام 2024.